صباح الخير نوري. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباحنا غير، بلش ورحلة جديدة ويوم جديد، يا رب يكون عنوانه الخير الصحة العافية للجميع، وأيضا الإنجازات بجميع المجالات. بلش شوية طقس يتعدل مثل ما بيقولوا نور. أكيد بنتمنى يا رب هيك أيام كمان قليلة بتكون الأحوال الطقس أدفى لكل الناس، لأنه مرينا بأيام ومنخفضات كان فيها كتير برد، ونحن بنعرف يمكن وضع الكهرباء والتدفئة هي حال كل الناس. صحيح. اليوم لهيك بنتمنى نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال لكل الناس. دائما نلتقي عبر شاشة الأخبارية يوميا عبر رحلتنا الصباحية، معنا اليوم محطات عديدة، لكن كالعادة البداية مع العناوين. العلاقات الاجتماعية الناجحة وكيفية الحفاظ عليها. لكل لون معنى، علاقة الألوان بالأشخاص. عقمها وحملة تلقيح كوفيد 19. سلمى، مثل العادة بنروح ببداية رحلتنا الصباحية مع المشاهدين لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1513، المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا. في عام 1933، اليابان تنسحب من عصبة الأمم. في عام 1973، مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار بسبب سوء معاملة هوليود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1845، فليلهام كونراد، مكتشف الأشعة السينية وعالم فيزياء ألماني، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901. وفي عام 1927، ميستسلاف روستوبروفيتش، قائد أوركسترا روسي. وفي عام 1941، سعد الله والنوس، مسرحي سوري. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1968، يوري جاجارين، رائد فضاء سوفيتي، وهو أول إنسان في العالم يسافر إلى الفضاء الكوني. نور، طبعا شهدت الساحة الثقافية والفنية من أيام قليلة توقيع كتاب للفنان بسام كوسا أكثر بكثير، طبعا كان بحضور إعلامي وفني كبير. خلينا نشوف تفاصيل توقيع الكتاب واللي كان بجاليري جورج كامل بدمشق، وتفاصيل مع زميلتنا هانية الأباني. وسط حضور فني وإعلامي كبير، وقع الفنان بسام كوسا روايته أكثر بكثير في جاليري جورج كامل بدمشق. هو هذا مو أنه أن أستطيع أن أقول هنا ولا أستطيع أن أقول هناك، ولكن هي أدوات مختلفة، يعني أدوات مختلفة، هي كنوع مختلف عن النوع الآخر، وبالتالي كل نوع فني أو جنس أدبي أو فني أو إبداعي له أدواته. فأنا حاولت أنه أقدم ما يعني أفكر به أو أرغب به من خلال هذا العمل، يعني أرجو أنه يوصل للآخرين. العنوان دائما، أي رواية تحتمل عدد كبير من الاحتمالات من الأسماء، يعني ليس بالضرورة أنه يكون في اسم واحد يخص
أي عمل روائي، يعني أي عمل روائي بتاخده ممكن تعطيه كذا اسم، وبالتالي هذا خيار، يعني خيار كان عندي كذا احتمال، فوقع اختياري أخيرا على هذا الاحتمال، يعني ليس هناك أكثر من ذلك. يطرح كوسا في روايته وجهات نظر تخص الحياة وبعض من هموم البشرية، كما أوضح عن سبب اختياره أكثر بكثير عنوانا لروايته بأن العنوان ليس بالضرورة أن يتقاطع مع فحوى العمل، لكنه يمس المضمون ولو بشكل قليل. اليوم أنك تقدمي رواية كاملة بتخيل بدها جهد وتعب كبير، ما بقدر أقول له شيء لحتى أقرأ الرواية، بس أنا بقدر أقول لك كل المثقفين اللي بيشتغلوا بالحقل الإبداعي ما بيمنع أبداً أنه الواحد يجرب الملكات اللي عنده، ونحن أصلاً بالشيء اللي درسناه واختصينا فيه عم نجرب. يعني أنا ما عم أقدم، أنا كموسيقي ما بقدم مدارس بالموسيقى، بالعكس دائماً بقول بكل عمل بقدمه أنه هي تجربة قد تنجح وقد تفشل. هلأ ما بنقدر نحكم على هذا الشيء إلا ما نقرأ الرواية، وبتخيل وبتوقع حيفاجئنا مثل ما دائما بيفاجئنا بأدواره، حيفاجئنا بكلمة مختلفة عما قدم من الآخرين. بشكل عام الحالة اللي عم يقدمها هلا الأستاذ الكبير بسام كوسا هي حالة يعني بتعمل فضول عند المشاهد، وأنا متابع كتير كبير للأستاذ بسام، فكتير حابب شوف هاي التجربة الجديدة، هي الحالة الجديدة اللي عم يطرحها الأستاذ بسام بروايته الجديدة. الرواية تعتبر العمل الأدبي الثاني له بعد مجموعته القصصية نص لنص. أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، ونحن بنعرف أهمية اللقاح. سلمى اليوم اللقاحات سنويا تنقذ مئات أو فينا نقول الملايين من أرواح الناس، وضمن جائحة كورونا شفنا لقاحات عديدة ومتطورة للحد من هاي الجائحة لتقدر الناس تعود وتمارس نشاطاتها بمختلف البلدان. أكيد نور، مثل ما بنعرف حكينا سابقا بأكثر من مرة ومحطات متعددة عن أهمية اللقاح كوسيلة من وسائل الوقاية وتخفيف طبعا حدة الإصابة عند المرضى، وهو الحل الوحيد اللي أوجد البشرية حتى الآن لمكافحة فيروس كورونا اللي عم يحصد الأرواح حول العالم. وبسوريا طبعا وزارة الصحة قامت بحملات عديدة للقاح كورونا، وكان على الجانب الآخر الفرق التطوعية مشاركة وإلى دور بنشر هذا اللقاح. رح نتعرف اليوم على دور أحد هي الفرق التطوعية وهو فريق عقمها ودكتور عقمها اللي اجتمعوا بمبادرة للقاحات كورونا، ورح تطلعنا على تفاصيل أكثر ضيفتنا كندا مرشد مسؤولة الجودة ضمن الفريق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك. بالبداية يعني حكينا نحن عن أهمية اللقاح اليوم ضد جائحة كورونا للحد فينا نقول من الجائحة، وشفنا فرق كتير عديدة وجمعيات شاركت فينا نقول هي المساعدات الطبية. أنتوا كفريق عقمة خلينا نحكي اليوم بالمجال الطبي بداية، شو اللي قدمتوه للمجتمع المحلي؟ تماما، احنا حضرتك بلشنا من حوالي بتاريخ تماما 17/3/2020. هي كانت بدايتنا بصراحة، كنا مبلشين من الشارع من خلال التوعية اللي هي كمامة معقمات، وبلشنا مع الناس. لكن مع الوقت صار في عنا فريق دكتور عقمها اللي اشتغلنا من خلاله تقديم استشارات طبية بالإضافة لمعاينات منزلية. الاستشارة الطبية بتتم عن طريق التواصل معنا على رقمنا الساخنة، بعد هيك الدكتور بيقرر إذا كان المريض بحاجة معاينة منزلية فنحن أكيد جاهزين. بكثير من الأوقات كان المريض ممكن يحتاج أدوية، في حال كانت هاي الأدوية متوفرة عنا كنا أكيد نقدم له إياها. طيب خلينا ندخل شوي على تقديم اللقاح وشو كان دوركم والمشاركة، وخصوصا نحن بنعرف يعني بما يخص كورونا بيكون في كتير خوف توجس من الأطراف جميعا اللي بتشارك بعملية إما أعطاء اللقاح وإما حتى مساعدة المرضى، وكان في كتير ناس بينقصها معلومات عن موضوع اللقاح، يمكن في ناس خافت، في ناس ما عرفت شو تعمل، فشو كان دوركم بهذه المرحلة؟ نحن كان عندنا دور كتير مهم نحن بنعتبره هو التوعية. بصراحة كنا مع الناس ماشيين خطوة بخطوة، شرحنا حول كل اللقاحات اللي كانت متوفرة بسوريا اللي كانوا هن استرازينكا، سينوفارم، سبوتنيك لايت، سبوتنيك، بالإضافة لجونسون أند جونسون، موديرنا، وفايزر. تمام. اشتغلنا بالتوعية، بالإضافة لمؤخرا بالتعاون مع مديرية صحة دمشق
اشتغلنا بانه نحن نبلش بحمله يجوا لعنا على المركز ونقدم اللقاحات بمركزنا. مثل ما بتعرفوا المركز كان بيستقطب كثير عالم، كثير مستفيدين وكثير مرضى. قدمنا اللقاحات، بالاضافه قبل اللقاح كان عم بيتم مسحه سريعه رابيد تيست. خلال المسحه هي بيطلع نتيجتها خلال 10 دقائق بتبين اذا يعني الشخص هو مصاب او منه مصاب. وبهي الطريقه بياخذ اللقاح وهو مطمن. الجرعه اللي تقدمت عندنا بالمركز هي جونسون اند جونسون، هي جرعه واحده لقاح امريكي. تقدمت لكل الاشخاص اللي يعني شرفونا واجوا بيومتها يوم الخميس الماضي. طيب خلينا حكيت يمكن تفاصيل كيف تم تقديم اللقاح من خلال المركز، ونحن عم نحكي قديش مهم فعليا دور فينا نقول الجمعيات المشاركه بهي العمليه الطبيه والفرق الجواله. يعني ممكن بالمستقبل نشوف يمكن استمرار لهي العمليه لكن مش ضمن المركز، فينا نقول فرق جوالي في دمشق او المحافظات، لانه بنعرف في كثير من الناس ما بتقدر يمكن تروح بسبب ظروف صعبه، فالفرق الجوالي بتخفف يمكن الضغط على الناس خصوصا حتى المعدي، فيك تقولي الروحه والرجعه نوعا ما الوضع الاقتصادي مو متحمل. بخصوص اللقاح هو كان متوفر بصراحه بكثير مراكز وبكثير مراكز قريبه علينا، قريبه على بيوتنا بمستوصفات، ومؤخرا صار في شيء كمان انه يكون اللقاح موجود بالحدائق او هيك شيء. فقد يكون هي الفكره متاحه، لكن من خلالنا رح نعلن عنها على الفيسبوك في حال كان موجود هيك شيء. طيب خلينا كمان نتعرف، يعني الحمله كم يوم استمرت او لكم يوم رح تستمر؟ كيف خلينا نقول كان في قوائم عرفتوا عملتوا احصاء هذا هي الاسماء اللي اخذت؟ هل بيتم في تشاركيه بينكم وبين وزاره الصحه بما يخص؟ طبعا بنعرف في ناس كثير اجت سجلت على المنصه واخذت اللقاح، هل رح يتم اخذ هي البيانات اللي طبعا كانوا بالمركز عنكم؟ نحكي شوي تفاصيل عن هذا الموضوع. تمام. بخصوص بيانات العالم اللي كانوا عم يتقدموا لنا، فهني كانوا بايدي الفريق الجوالي اللي اجى من مديريه الصحه. طبعا اللقاح مثل ما بتعرفوا يعني للوزاره ولمديريه الصحه هن الوحيدين اللي بيقدروا يقدموه وهذا حقهم. يعني الشيء اللي نحن كنا عم نعمله طبعا عم نشارك بالبيانات، لكن الاعداد والاحصائيات نحن هي ما بنقدر نصرح عنها. طيب شو من خلال الوزاره يفترض شو الخطوات القادمه اللي حابين يمكن ترموها ضمن فينا نقول المجال الطبي، لانه دائما في عندكم فعاليات ونشاطات تختص بالشان الطبي خصوصا بما يتناسب مع الظرف اليوم؟ تمام. نحن حاليا رح نحافظ على دورنا بهوية التوعية وبنشر اللقاح بشكل أوسع. رح يكون في حملات ثانية للقاح إن شاء الله بالتعاون مع الوزارة، ويعني هي القصص اللي لهلا نحن مقررينها بصراحة. حلو. هلا اللي بنعرفه نحن بشكل عام انه فريق عقمها من الفرق اللي اول الفرق كانت سجلت استجابه لموضوع كورونا، يعني وقت بلشنا نحن حتى ببرنامج صباح الخير نشوف الفرق والجمعيات ونشاطها، ان كانت توعوي، ان كان توزيع الكمامات، ان كان التعقيم، يعني مثل ما بنعرف عقمها اخذت اسمها من بدايه من حمله التعقيم اللي بدات فيها، كنتوا موجودين. اليوم لاي درجه بتشوفوا لسه في مجالات طبيه واغاثيه بتقدروا تدخلوا فيها لدعم المجتمع؟ بصراحة لأي درجة فهو مجال كتير واسع، في كتير عالم نحن يمكن ما وصلنا له لليوم. هدفنا هو إنه نوصل لكل العالم، نحن بلشنا مع العالم وهدفنا نوصل لهم للكل. كيف ممكن نوصل لهم بصراحة يعني ما في رؤية واضحة، لكن فريقكم لساته بس بدمشق؟ طبعا دمشق، نحن دمشق فقط، دمشق وكل الاماكن، يعني ريف ما تدخلنا بصراحه، ما كان عندنا وصول للريف، لكن بدمشق وصلنا لكثير اماكن. الاستشارات والزيارات المنزليه كمان كانت واسعه، نحن قدمنا حوالي 10,000 استشاره بالاضافه ل 8,000 خدمه طبيه موزعه بين اكسجين وتوصيل اكسجين ومعدات طبيه. مكملين فيهم؟ تمام، اكيد. تمام. طيب خلينا نحكي عن نشاطات فريق عقمة. مثل ما قالت سلمى يمكن كنتوا من اوائل الجمعيات اللي موجوده على الارض خصوصا ضمن بدايه جائحه كورونا، وفينا نقول رمضان
على البواب، فكل فعالية فينا نقول كل جمعية أو كل فريق بيكون عم يحضر شيء من خلال نشاطاته القادمة. شو الجديد فينا نقول هلا عم تحضروا له؟ طبعا بخصوص رمضان فإحنا عنا مفاجأة بصراحة، ما رح أقدر أحكي عنها ولا تفصيل ولا أبدا ولا أي شيء. رح تعرفوا عنا إن شاء الله. بس قديش لكم عم تشتغلوا عليها؟ أنتوا فريق كل شوي عم يكبر. تمام. الفكرة قائمة إنه إحنا ننفذ شيء برمضان. إن شاء الله يعني ما رح نقدر نصرح عنه لقبل بوقت. شيء يعني إن شاء الله يكون شيء ظريف ويوصل لكل العالم كمان. بس ما رح هلا رمضان بعد اسبوع تقريبا لازم تبلش تعلنوا هلا من خلال الشاشه لازم تبلش نحكي عنه. طيب خلينا نحكي شوي، يعني اليوم كمان مجال العمل التطوعي هو مجال مرهق متعب، بياخذ من وقت ومن جهد طبعا كل المتطوعين، جهد كثير كبير. نعرف انه فريق عقمها بيتضمن شباب جامعيين من مختلف الاختصاصات، ويمكن الفريق الطبي كثير كبير موجود عنا، يعني شباب تطوعوا كتير، وكان لكم تكريم، تكرمتوا السنة وتكرمتوا السنة الماضية أيضا من وزارة الصحة ومن وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا التكريم عطى مسؤولية أكثر، واسم حضرتك أنت مسؤولة الجودة، فخلينا نحكي اليوم تفاصيل اللي بتحاولوا تتعبوا عليها كفريق اليوم من أجل أنه يكون أي شيء عم بتقدموه هو بأحسن جودة للناس، حتى لو كان تطوع. يعني مو إذا أنا عم بعمل شيء تطوعي معناته أنا ما بقيمه أو ما بعمل رجع صدى، ما بشوف أدائي، لا بالعكس، لازم يمكن يكون عم بيشتغل أفضل من غيري. تمام. نحن فريقنا التطوعي مكون من 25 شخص، كانوا مقسمين على فريق لوجستي، فريق طبي، وفريق الاستجابي. تم تدريب هدول الكوادر بصراحة عن طريق وزارة الصحة، تلقوا كذا تدريب مع الوزارة، بالإضافة للجهات الحكومية والجهات المعنية المجتمعية. تماماً. قدمنا كثير تدريبات لألون، أخذوا التدريبات اللازمة منا، كيفية التعامل مع العالم، كيفية تلقي اللقاح، كيف بيعملوا الرابيد تيست. أخذوا هاي التدريبات وبعدها نزلوا على الأرض وشتغلوا مع الناس. أما كيف بيتم تقييم الخدمات اللي منقدمها نحن، بصراحة نحن على تواصل دائم مع المستفيدين، بالإضافة لتقديم، يعني نحن بنسأل أسئلة لهدول العالم، كيف تبين لنا شو تقييم هاي الخدمة اللي نحن قدمناها. طبعا في حال ظهور مشاكل، وللأمانة لهلا ما ظهر مشاكل معنا إن شاء الله عفول، في حال ظهور مشاكل نحن بنعالجها مع الشخص المعني ومع المستفيد، يعني مع مقدم الخدمة ومع المستفيد. بنحاول ما يكون في مشاكل، والمتابعه هي يعني بتساعدنا نحن نتلافى هي القصص. وهي نقطه كثير مهمه اذا فينا نحكي عنها، التواصل الدائم مع المستفيدين، لانه نحن عم نحكي عن فرق كثيره موجوده على الارض بالمجتمع، وكل واحد عنده نشاطاته وفعالياته، لكن الاستمرار بالتواصل مع المستفيدين قديش فعليا بيعطيكم اليوم مسؤوليه ودافع للاستمرار. لما تقولي انت انه لا، من خلال التواصل كان في رضا تام على ادائنا ونحن مبسوطين بهذا الشغل، هذا يمكن بيعطيكم حافز لانه لا، القادم يمكن صعب، في مسؤوليه اكبر، لانه نحن ما بدنا نخيب ظن الناس. عم تحكوا عن ارقام كبيره وصلتوا لها في المجال الطبي والاستشارات الطبيه، بنعرف اليوم قد صارت مكلفه عند الدكاتره، فلما نوصل لباب الناس بنصير جزء من عائلتهم. اليوم شو اللي بتعطيكم يمكن دافع اكثر؟ شكر الناس، وفينا نقول الرضا من خلال الناس هو بيكون مسؤوليه للامام لكم. تمام. اكثر شيء بصراحه هو حب العالم لنا. ما بعرف اذا بتشوفوا هذا الشيء، لكن العالم كثير بحبونا ونحن كثير بنحبهم، نحن بنبادلهم هذا الشعور. ملاحظاتهم الايجابيه والسلبيه قبل الايجابيه بتهمنا كثير وبتاثر فينا. بصراحه كثير بيهمنا وبيعنينا ان تقدم الخدمه بالجوده المناسبه وبالشكل المناسب للمستفيد. مثل ما تفضلتي انه هي ما خدمه تطوعيه، فنحن بنقدمها كيف ما كان. نحن بنحاول نضلنا نتابع هذا الموضوع لحتى تقدم بالشكل المناسب، لحتى العالم يضلوا راضين عن هي الخدمه. وبصراحه قبل ما يكونوا راضين، هي مناسبتهم ومحققت لهم الهدف اللي هم تواصلوا معه.
معنا كرماله. أكيد. كيندا، اليوم نحن عم نحكي عن يمكن المسؤولية المجتمعية بشكل كتير كبير. اليوم بظل طبعا كل الدول اللي تعرضت لحروب، المجتمع لولا نهضة المجتمع وتكاتف المجتمع ما كانوا قدروا ينهضوا لوحدهم، لأنه اليوم المؤسسات بشكل عام مؤسسات الدولة قادرة تقدم جزء، ولكن هي لوحدها ما بتكفي. دائما لازم نبحث عن دور المسؤولية المجتمعية، كل واحد فينا عنده دور وقادر انه هو يقدمه. الدور اللي بتشوفه عقمها انه هو لازم يستمر، وهو اللي بيحقق الفائدة كمسؤولية مجتمعية تجاه سوريا. انتو كيف بتشوفوا؟ تمام. بصراحة إشراك المجتمعات الأهلية ضمن الجهود الحكومية هذا كتير شيء مهم وكتير نحن مهتم فيه، لأن مثل ما قلتي إذا هني قدرانين يقدموا جزء فنحن أكيد راح نساعد ونقدم الجزء الثاني. هاد دورنا وهاد واجبنا بصراحة تجاه سوريا وتجاه هدول العالم الموجودين لسه معنا. يعني طيب خلينا نحكي، انتم فريق عقمها كله شباب متطوعين فيه، ان نقول اليوم لكل الشباب اللي حابب كمان ينضم لكم يحاول يكون جزء من هيدا الفريق، لانه كل مره عم يكون في هيك عائله عم تكبر شوي شوي. كيف عم يتم التواصل وكيف عم يتم تقييم الناس من خلال فينا نقول قبل البدء بالعمل من خلال تاهيلهم وتدريبهم للاشتراك معكم؟ تمام. نحن من خلال التطوع، نحن كل فترة إذا بتلاحظوا ما بعرف نحن بنعلن على الفيسبوك إنه نحن بحاجة متطوعين أو اللي حابب يتطوع. طبعا العالم اللي بيزورونا بالمركز أو بيتواصلوا معنا بيزورونا بيعبوا استمارة بيخبرونا عن حالهم شوي، لاحقا نقعد معهم بالمراحل المتطورة بنعمل لهم تدريبات منها لكيفية الاستجابة، كيفية التواصل مع العالم، كيفية تقديم الخدمات بالشكل المناسب. بعد هيك ببلشوا ينزلوا على الأرض تدريجيا، الشخص الأكثر يعني المناسب أكثر، الشخص المؤهل أكثر، وطبعا الوقت حسب وقت الشخص فينا تماما طبعا أكيد حسب وقتهم، وهذا لا ينفي الأشخاص اللي هن شوية ضعاف إني بنشغل عليهم لحتى يصيروا جاهزين ينزلوا ميداني. حلو، ودائما نحن هيك بنكون فخورين نور بكل فريق بنستضيفه وبحجم العمل اللي عم يشتغلوه، رغم انه مثل ما بنقول يمكن راس مالنا هو رغبتنا وقدرتنا على انه نشتغل واستثمارنا ل خلينا نقول قوتنا الذاتيه لحتى نبني ولحتى نساهم. اليوم راس مال عقمها مجموعه شباب اطباء وايضا اختصاصات ثانيه، اكيد بدنا نوجه لهم كلياتهم الشكر ونقول لهم يعطيكم العافيه. وبنعرف بالوقت اللي كانت الناس تخاف انه هي حتى اطباء معروفين واسماء كبيره تخاف تكشف او حتى انه هي تستقبل مرضى، كانوا شباب ودكاتره عقمها عم يتوجهوا على البيوت ويساعدوا الناس. اليوم قديش عدد الفريق صار؟ اليوم عدد الفريق تقريبا 25 شخص هن الموجودين بشكل دائم وبشكل ميداني يعني وموجودين مع العالم بشكل دائم. تمام. موزعين مثل ما خبرتكم استجابي وفريق طبي ولوجستيات. طيب خلينا نحكي لكل يعني اليوم انتم ضمن المركز بدمشق، في بالمستقبل خطوات قادمه حابين تكونوا خارج نطاق المحافظات تكبروا يمكن فينا الفريق يكون في لكم هيك بعض المراكز او فينا نقول مثل الفرق الجواله، لانه كل فريق او جمعيه نحن بنشوفه بينطلق من العاصمه دمشق وينتشر على المحافظات تدريجيا؟ تمام. هذا الموضوع هو بصراحه هو هدفنا وحلمنا، ان شاء الله رح نشتغل عليه اذا كان في امكانيه، فاكيد احنا عندنا رغبه نوصل. كل ما وسعت الدائره كل ما كان في استفاده اكثر، كل ما كان في ناس عم يتقدم للخدمه اللي هن بحاجتها اكثر، فنحن بصراحه هدفنا هذا الشيء وحلمنا كمان، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب اذا بدي اسالك هيك شوي شخصيا كيندا، يعني تحكي لنا شوي عن تجربتك انت مع عقمها، امتى اشتركتي؟ ليش حبيتي تروحي اساسا تتطوعي؟ اليوم كل شخص بيختار فريق او بيختار مشاركه، مبادرات كثير موجوده وفرق وجمعيات موجوده على ارض طبعا الواقع، انت ليش اخترتي عقمها؟ شو حسيتي رح تقدري تقدمي او تضيفي لهالفريق، وبنفس الوقت هو شو قدم لك يعني؟ تمام. انا موجوده مع عقمها من حوالي سنة ونص، لكن كنت بالبدايات بصراحة ما كنت قدران يكون معهم على الأرض. من حوالي السنة ونص تواجدت معهم لحد اليوم، لكن كنت معهم بصراحة لأنه بيشبهوا العالم.
بيحبوا الناس كمان. قد لا ينفي انه زملائنا كمان بيحبوا الناس وكل العالم بتحب الناس. شو اختصاصك؟ شو بتدرسي؟ انا ادب عربي سنه رابعه. بعيده شوي عن الطب يعني. بعيده شوي عن الطب ايه. لكن الاختصاص اللي كنت انا عم بشتغل فيه اللي هو متابعه وتقييم وجودي كان بصراحه يعني بيساعدني وبيأهلني مكاني انه اكيد فيه. بيعطي خبره طبعا. كمان الشيء اللي قدموا لي اياه قدموا لي خبره، قدموا لي التواصل مع كثير مستفيدين، استفادة من كثير تجارب وكثير من المشاعر بصراحة، باعتبار كثير كان في قصص نحن نعيشها. أكيد بتأثر على الصعيد الشخصي يمكن فينا نقول والإنساني بشكل كثير كبير. وسلمى من بداية يمكن فينا نقول الظروف الصعبة اللي مرينا فيها وبداية الحرب على سوريا، كثير من الشباب صحيح. السوري كان موجود على الأرض، كان في عدد كبير منهم فينا نقول متطوعين، أسسوا فرق وكثير من الجمعيات، لهيك نحن فخورين دائما بالشباب السوري والعمل التطوعي رغم كل الظروف، بتلاقيه موجود على الأرض عم يشتغل عم يحاول يقدم ضمن إمكانياته. اليوم لكل الشباب اللي عم يتابعونا وحابب فعليا يكون على الأرض إلى جانب فينا نقول رفقاته، شو الكلمة اللي بتحبي توجهيها؟ لأنه قلتي قديش إله أثر كبير هيدا العمل فينا نقول، ومشاعر مختلطة ما الواحد بيقدر يعبر عنها، لأنه نحن أساسا يعني فينا نقول بالشام وبسوريا معروفين بعمل الخير بين بعض وبين الأهل والأقارب. نحن عم نشوف هيدا العمل مترجم أكثر بين الشباب السوري من خلال فرق وجمعيات. لكل شاب أو صبية حابين فعليا يكونوا موجودين على الأرض، شو الكلمة اللي بتحبي توجهيهم وشو الرسالة فينا نقول أو الهدف لكل شاب لازم يحطه ببداية طريقه؟ تمام، الرسالة إنه كل شخص فينا قدران يقدم شيء، فلا يبخل لا يبخل على حاله ولا يبخل على الناس. الشيء اللي لازم نسلط الضوء عليه انه التجارب التطوعيه بتكسب كثير مهارات شخصيه بصراحه صحيح. وبتعطينا دور اكبر من المجتمع ودور فعال اكثر كمان. فكل شخص فينا قدران يكون بالميدان بالوقت اللي هو بيسمح له، الوقت اللي بيتناسب مع دراسته مع شغله مع حياته، فلا يبخل بهي التجربه على حاله قبل ما تكون على الناس. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم يعني عم نحكي بكتير إيجابية ولا يخلى، لأنه أساساً الموضوع والتطوع بشكل عام وفريق عقمها وكل الفرق التطوعية بس نحكي عليهم بيكون في عنا قدر كبير من الإيجابية اللي عم نشوفها على أرض الواقع وعم نلمسها. أيضاً هناك أحياناً بيكون معوقات صعوبات ممكن تواجهكم، بتحاولوا تلاقوا آليات لتتلافوها بالمستقبل بعض هاي الصعوبات، وإذا في شيء لقيتوا له حلول مثلاً. تمام. بعد هاي الصعوبات بصراحة حاليا أكيد عندكم فكرة أنه المنحنى الإصابات هو منخفض والحمد لله، لكن الوقت اللي كان المنحنى مرتفع كان في عنا شوية عجز تقديم الأسطوانات بسبب العدد الكبير، ما كان عنا هاي الإمكانية الواسعة، فما بعرف هذا العجز قد يعني يخسرنا حياة مريض أو يخلينا ما نقدر نساعده للأسف، وبنفس الوقت كان ما في اساسا اكسجين يعني بكذا مكان ما في، فهي القصه انه يكون في عندنا معدات كافيه لاقلها للتعامل مع هي القصص، الارتفاع المنحنى، الازمات، القصص اللي بتجي بشكل فجائي. كيف حاولنا نتعامل معها بصراحه؟ نحن متى ما سمحت لنا الفرصه نزيد معداتنا نطور من معداتنا نحن اكيد عم نكون أول بأول ما. الشيء الثاني هو أحياناً صعوبة مواصلات، صعوبة وصول، هي القصص، فهي كل العالم عم تعاني منها. أكيد نتمنى لكم التوفيق. بدنا نوجه التحية لكل فريق عقمة الشباب، نحن بنعرف قديش في جهود كبيرة عم تقوموا فيها على الأرض. نتشكرك الآن سكين دا مرشد مسؤولة الجودة في فريق عقمة، وشكراً كثير لك. شكراً كثير لكم، وكنت سعيدة بوجودي معكم. شكرا لك كيندا، واكيد الشكر لكل طبعا فريق عقمها، مننا بنتمنى توصلي لنا هالشكر ويعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. اما هلا نور فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير يا شيرين. صباح الخير سلمى، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لاهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا
أهلا بكم. اعترض أهالي قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي بريف الحسكة رتلا عسكريا للاحتلال الأمريكي بالتعاون مع حواجز الجيش العربي السوري وطردوه من المنطقة. وذكرت مصادر محلية من القامشلي أن أهالي قرية صالحية حرب بريف الحسكة الشمالي اعترضوا بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 مدرعات عسكرية ومنعوه من الدخول إلى القرية وطردوه من المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مركز قيادة عسكري أوكراني تحت الأرض محمي ومحصن يقع في بلدة بضواحي كييف. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن 61 عسكريا أوكرانيا كانوا في المركز واستسلموا طوعا، ونصفهم من كبار الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية. وألقى العسكريون الأوكرانيون أسلحتهم بشكل جماعي بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة والطعام. ومن منطقة القتال تم إجلاء جميع الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم وتزويدهم بالمساعدات الطبية والطعام وفق البيان. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أنه سيتم إيقاف كل العمليات التي تستهدف السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال المشاط مستعد لتحويل إعلان وقف العمليات إلى التزام ثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. كما أعرب المشاط عن الاستعداد للإفراج عن كافة أسرى التحالف مقابل الإفراج عن كافة أسرى الجيش اليمنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاطي مع ملف السلام في اليمن كموضوع مقدس والابتعاد عن الزيف والادعاءات والمزايدات. وفي خبرنا الأخير، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أننا قريبون من نقطة الاتفاق النووي، ولكن ما زالت هناك قضايا قليلة ومهمة، مشددا على أنه ما يعيق الاتفاق في الوقت الراهن خلال المفاوضات هو عدد قليل من القضايا التي يطرحها الجانب الأمريكي، منها مسألة رفع قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة الحظر الأحادية الأمريكية. ختام الموجز، والآن نعود إليك سلمى. شكرا لك شيرين من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا مستمرين بمحطات صباحنا، غير يسعد صباحكم عن جديد لكل يلي انضم لنا. ونرجع مرة تانية نور لفقراتنا. أكيد سلمى، أما هلأ ننتقل لمادتنا التانية. فقد أطلق مهرجان أنت صديقي بمناسبة متلازمة الحب بتشاركية مجموعة من المؤسسات والفعاليات والنشاطات. التفاصيل أكثر مع زميلتنا زينب عاقل. بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الحب، أطلقت سفيرة النوايا الحسنة للطفولة مهرجان تحت عنوان أنت صديقي، بالمشاركة مع عدد من الجمعيات والمراكز والمؤسسات، بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة السياحة وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. في عنا تقريبا 15 جمعية هي اللي بتغطي دمشق وريف دمشق، الجمعيات في مركز أمل الغد، في عصافير الجنة، عدة جمعيات موجودة. نحن اليوم قديش حلو إنه نحن ندمج هدول الجمعيات لعمل واحد وهدف واحد سامي اللي هي أطفال متلازمة داون. هي لأول مرة بتصير طبعا هذا الدمج مع الجمعيات، وطبعا من خلال هلا يعني إذا قناتكم بدي أشكر كثير وزارة التربية، الدكتور داريم طباع، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، كانوا كتير معانا بهي الفعالية، والفكرة كانت جديدة وحلوة ولأول مرة بتصير. هذا المهرجان بضم 350 طفل فوق الأكثر من 15 جمعية هي مشاركة معنا. مثل ما شايفة هلا المهرجان هو سكشنات مقسمة، هدول الأطفال اللي حيجوا على يومين حيكون عم يتقسموا بطريقة حتى يقدروا يشملوا كل النشاط. أكيد هذا المهرجان هو الداعم الأساسي لنا دائما الدكتورة راما زريق سفيرة النوايا الحسنة للطفولة، هي دائما الداعم الأساسي لنا بأي ايفنت نحن بنعمله،
بالإضافة للوزارات اللي هي كمان كانت عم تساعدنا، أكيد وزارة الإعلام، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التربية. بفعالية أنت صديقي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، عم نضم اليوم 170 ولد. إجمالي الفعالية نحن عنا 350 ولد مقسمين على يومين جمعة والسبت ومتواجدين بالشيراتون. عم بيكون عنا أنشطة ترفيهية، وبالأخير رح نختمها بهدايا متقدمة لكل ولد. نحن حبينا نضوي بهذا اليوم العالمي لمتلازمة داون على كل طفل داون موجود بدمشق. حاولنا نجمع أغلب الجمعيات الموجودين. يستهدف المهرجان أكثر من 300 مشترك من 15 جمعية ومؤسسة وطلاب من 4 مدارس حكومية من المصابين بمتلازمة داون. نحن جمعية ذوي الهمم لتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، أول جمعية بالقنيطرة من أجل ذوي الإعاقة، وهي أول مشاركة لنا بهذه الأنشطة من أطفال الداون. حلوة دمج الأطفال مع الأطفال الطبيعيين، كونه أنه هنين بمجتمع منغلق، فحلو أنه هنين يتشاركوا مع بعض بكل الأنشطة بكل الفعاليات ويتعرفوا على بعض، منشان بالمستقبل أنه ما نشوفوا بعض بأي مكان تاني ما يضل أنه هو حدا منغلق أو حدا انطوائي، أو هن إن حتى الأطفال الطبيعيين ما ينظروا لهم نظرة تنمر وهالقصص. فكتير حلوة الفعالية والولاد كتير مبسوطين هون. المهرجان هدف إلى إعطاء أطفال الجمعيات فرصة لقضاء يوم يقومون من خلاله بأنشطة متنوعة. أما هلأ رح نروح لفقرتنا الاجتماعية، واليوم رح نحكي عن العلاقات الاجتماعية. نور، من المعروف أنه العلاقات الاجتماعية هي روابط طبعاً بتربط بين الناس ببعض وطريقة تعاملهم، وبتدخل كتير معايير بتقويم هاي الروابط وكيفية أداء الإنسان للعلاقة بينه وبين أي شخص آخر. بيدخل معايير مثل المصلحة، مثل الاستغلال، مثل المنفعة، وغير كتير من المفاهيم. أكيد لما نحكي سلمى عن العلاقات الاجتماعية فينا نقول مفهوم كتير واسع ودائرة كتير واسعة. فينا نقول أفراد العيلة، الأصدقاء، الجيران، بالإضافة لزملاء العمل. تكوين العلاقات الاجتماعية بشكل صحيح، كيفية الحفاظ عليها بعيدا عن الاستغلال، لأنه بالآونة الأخيرة صرنا بنسمع الناس اللي حوالينا أنه ما عاد في علاقات اجتماعية سليمة صحية. صحيح. في استغلال، ما عاد في روابط أسرية قوية. ومع أنه نحن قرب شهر رمضان دائما نقول العلاقات الاجتماعية بتقوى بشهر رمضان، صلة الرحم هي من أهم العادات والتقاليد اللي نحن بنعيش عليها. لنحكي أكثر عن فينا نقول العلاقات الاجتماعية السليمة الصحيحة، كيف فينا نحافظ عليها بعيدا عن الاستغلال. معنا السيدة هناء نيازي، اختصاص نفسي اجتماعي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك أستاذة هناء. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اليوم عم نحكي عن شيء يمكن لولا الإنسان ما بيقدر يعيش بالمجتمع، اللي هو العلاقات، الروابط اللي بتربطه ابتداء من أسرته، أول دائرة بيلتقي فيها وصولا للمجتمع. خلينا نحكي عن أنواع العلاقات الاجتماعية بالبداية. إذا بدنا نعرف العلاقات الاجتماعية، هي شيء جوهري جدا للإنسان. هي إذا بدك مقياس توازنه النفسي ومقياس صحته النفسية، هو كيف بيبني هيدي العلاقة. أنواعها ممكن تكون، يعني أنا ما بحب صنف لأنه منضيع بالتصنيف. صح. ولكن في علاقة آمنة، علاقة غير آمنة. حلو هذا التصنيف جدا، وبسيط وسهل وواضح. نحن لما بنجتمع مع أشخاص كيف بنقدر نتواصل معهم، كيف بنقدر نبني علاقة، حتى مصداقية العلاقة ما لها علاقة بشدة التواصل. يعني ممكن نقطع كتير ونرجع نحكي بكل مودة وكل محبة إذا كانت آمنة. يعني هلأ كتير حكرر كلمة أنا آمنة. كيف آمنة؟ يعني أنت الأنا تبعك محمية، غير مهددة. الشخص اللي عم تتعاملي معه ما له ناقد، ما له لوام. قبلانك كإنسانة بأخطائك وبإيجابياتك تماما. ما في تنظير عليك، ما في معايير قاسية. فأنت هون بتحسي أنه الأنا تبعك مرتاحة. فبتكوني أنت على حقيقتك، فبتعطي إمكانياتك وبتعطي قدراتك، حتى إذا بدك بتتألقي مع هدول الأشخاص الآمنين.
آمنين. بالمقابل في علاقات غير آمنة. علاقات غير آمنة هي دائما فيها شيء من السيطرة. وإذا بدنا نرجع لأيام ومثل ما تفضلتي تماما بالضبط، أنا دائما برجع لأيام الطفولة. تحت الست سنين بنكون نحن تعودنا بالحب المشروط. ماما إذا بتعمل هيك أنا بحبك، أو بعطيك هي، أنا بحبك لما بتكون نظيف، أنا بحبك لما بتكون مؤدب، أنا بحبك لما بتجيب علامات عالية، فدايما مشروط. تمام، انت مؤدب ما بتجاوبني، انت مرضي الله يرضى عليك ما بتقلي كلمه لا. شايفه القواعد اللي عم نخلقها لاولادنا؟ كلياتها ما لها علاقه بنمو الشخصيه، لها علاقه بالمعتقدات تبعنا نحن كاهل، ولها علاقه براحتنا نحن. تمام، والله كان هو وصغير ما يتحرك، ما عذبني ابدا، هل انت برايك طبيعي انه ما يتحرك ولا كان مريحك فانت كنتي رضيانه عنه؟ لما بلشت الانا تبعه تكبر ويبلش يعبر عن نفسه او يعيش النورمال، انت رفضتي هذا الموضوع وصار بالنسبه لك معاناه طفل. مزعج تماما، مزعج، ونطلق توصيفات قاسية جدا بتخلي الولاد يتوهوا انه انا كيف بدي يكون. الولد يا جماعة كتير حريص على نظرة القبول من اهله، فبيحاول يتقولب، ومن خلال علاقتنا نحن مع اولادنا بيكون علاقتهم مع الاخر. فكل علاقة مشوهة نحن منشوفها لما منكبر ومننضج ومننزل على ساحة العمل، بيكون في عندي انا صورة وكتير واضحة كيف التربية كانت وكيف تصور العلاقات كانت. نقطة كتير مهمة، يعني لما نقول بالأخير علاقتي مع الآخر وانعكاس عليه هو انعكاس للمجتمع والدائرة الصغيرة اللي عايش فيها، وهي نقطة إذا ما نبلش فيها بوابة العلاقات الاجتماعية لنتوسع أكثر معك ست هنا. أهمية اليوم تكوين العلاقات الاجتماعية من البداية، لما مثل ما قلتي يمكن كثير من المفردات وطريقة التعامل مع طفل بتأثر على شخصيته وآلية التعامل مع الآخر، كيف بده يكون علاقات اجتماعية من هو وصغير ويكبر. خلينا نركز هاي النقاط لأنه كثير من الأهالي عم يتابعونا بيفكروا أنه هاي التربية الصحيحة، ونحن حكينا معك سابقا ودائما بنشدد أنه لا، أنا بحب ابني بكل الحالات لأقدر أعطيه مثل ما قلتي علاقة آمنة لا يقدر يعبر عن الأنا تبعه وما يخاف. تماما. يعني كثير بنأكد على مرحلة نمو الأنا بشكل صحيح. كيف نمو الأنا؟ يعني أنه أنا نظرتي لنفسي مقبولة بأخطائي وإيجابياتي عم قدر ألمسها وفق الطبيعة اللي أنا عايش فيها. فهيدي القصة جوهرة كيف نحن نقدر نتقبل أنفسنا بأخطائها، بعد منا حنشوف أو حيكون تقبل الآخرين رقم اثنين وليس رقم واحد. فبتشوفي كثير أن العلاقات الغير سوية أو خلينا نقول سامة، بيسموها كثير بالمصطلحات الدارجة علاقة سامة. شو يعني سامة؟ يعني يسرق طاقتك، يسرق، بيسحب الإنرجي اللي جواتك، كل شيء حلو قدامك بينطفى قدام هيدي الشخصية. ليه؟ مثلا عقدة الذنب جدا هي عقدة كتير صعبة، فنحن ما بنقدر نشوف حدا بمرتاح، فبنحاول نزعجه، بنحاول نحسسه بعقدة الذنب. تمام، عقدة النقص، ما بتتخيلي عقدة النقص قدي أنا لما بيكونوا أهلي عم يعاملوني بنقص أو بدونية قدام صبي أو قدام أخي اللي أشطر مني أو قدام بنت خالتي اللي ما بعرف شو عملت، وبيكون في هيدي المقارنة بين الأهل تخلق عندي عقدة النقص. عقدة النقص بصير أنا بمكان العمل أنا ما بقدر أشوف حدا ناجح، أنا ما بقدر أشوف حدا أشطر مني، أسكن مني. تمام، هذا الموضوع بيزعجني، حتى انتقائي لفريق العمل بيكون قائم بناء على هيدا المنظور. أني أنا بنتقي أشخاص أقل مني لحتى أرتاح، بمجرد ما يكون حدا، مع أنه بالعمل يفترض أنه يكون في استثمار للمواهب، في استثمار للقدرات لحتى العمل يتألق، لحتى العمل يمشي، لحتى نوصل للهدف. لا، بيكون بناء على عقدة النقص اللي موجودة عندي أني أنا بنتقي الأشخاص الدون. وإذا كان في عندي حدا متألق أو عنده شيء مبدع بعمله، هذا الموضوع كتير بيزعجني. فأنا ببلش سيطر عليه، ببلش أنخده كتير، وببلش قلل من أهمية الإنجاز اللي هو عم ينجزه. لما بقلل من أهمية إنجازك، أنا عقدة النقص تبعي بتهدى شوي، برتاح. تمام؟ طيب. فشوفي قديه هيدي المعاناة بتكون طويلة الأمد، بخصوصي مثلا بمكان العمل أو بالأسرة مثلا.
هي طيب. بتنشأ من الأسرة. طيب خلينا نحكي كمان اليوم أستاذة هنا، أنت عم تحكي عن كتير شغلات عم نشوفها بالواقع، ممكن في بعضها عم نعيشها، عم نحسها، عم نشوف أشخاص حوالينا عم بيعانوا من هي المشاكل. اليوم ما فينا نقول أنه هي المشاكل قادرين نحن نحلها بسهولة، تمام. هي بتحتاج لوقت كتير طويل، لأنه نحن عم نحكي عن تراكمات بالتربية من الصغر للكبر، وبتحتاج لمواجهة. الأشخاص للأسف ما كله عنده قدرة يواجه مشكلته ويعترف فيها، وإلا كانت انحلت كتير من هاي الأمور. اليوم أنا كيف بقدر أعرف أنه هدول الأشخاص عندهم مشاكل، كيف أتعامل معهم على الأقل لحتى جنب نفسي أنا الأذى المتبادل اللي عم يطلع من هاي العلاقات؟ سؤالك كتير مهم وكتير عميق، وفعلا يحتاج إلى كتير من الوقت والجهد والوعي. نحن دايما إذا كنا ببيئة غير صحية وغير آمنة ولا تسمح بتطوير الأنا تبعنا، ولا الأمانة موجودة جدا وبكثرة، فشو الحل؟ شو الحل؟ عندك حل واثنين. الحل الأول هو تركيزنا على أنفسنا. دائما نحن منركز على دائرة التأثير. دائرة التأثير هي الأنا تبعنا، أفكارنا، مشاعرنا، سلوكنا ومهاراتنا. هدول أنا كنترول على حالي فيهم، أما الآخر أنا ما لي سلطة عليه. بغض النظر هو شو وجهة نظره، شو مبادئه، شو معتقداته، صحيح. شو قيمه، أنا ما لي سلطة عليه. مجرد ما توصل هيدي الفكرة لإلي أنا ببلش أرتاح. ليه؟ لأنه عرفت حدودي، وأنا بمجرد ما أني أعرف حدودي بلش كون أكثر هدوءا للأمانة. أما أنا إذا كان دايما براسي كيف بدي إياك تكوني ألطف معي، وكيف بدك تقدريني، وكيف بده يحترمني، وكيف بدي أخذ هيدا مرهق إلي، وأنا هون تشتتت قدراتي. لأنه تخيلي وأنا عم أخذ تقييمات وأخذ أنطر الدعم والتقدير من اللي حولي وأنا ببيئة غير آمنة، تمام؟ فأنا عم ضر حالي. أما لما بركز على أفكاري وعلى مشاعري وعلى مهاراتي، يا جماعة بتبلشي، وهيدا اللي أنا بشتغله كتير مع العملاء، وللأمانة يعني أكثر من 99% بتجيب نتائج إيجابية بمجرد ما يبلشوا. إنه أنا ليه تعب حالي بتغيير الآخر؟ لا، أنا حأشتغل على حالي، أنا حأعمل كنترول على حالي، حكون عم راقب أفكاري وكيف أقدر أختار الفكرة الأكثر راحة، صحيح. كيف ناقش الأفكار التلقائية اللي بتجي بناء على خبرات سابقة، أو مو بالضرورة تكون صحيحة، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة، لكن الفكرة الخاطئة بتاخدني إلى مشاعر مهلكة ومشاعر متعبة، وبناء عليه بيكون في عندي سلوك نوعا ما كتير جيد، تمام؟ فهي هيك بتصير مثل سلسلة، مثل حلقة. لما أنا بنشغل بتطوير مهاراتي أنا بستمتع بذاتي، أنا بستمتع وبحس بالإنجاز، فبطل أطلب التقدير من الآخر، وبطل أطلب القبول من الآخر إذا أنا أبلعني نفسي. هذا لا يعني إلغاء الآخر. أنا في دائرة دائما، إذا المستمعين عم يتابعونا، في حتى إذا بتحبوا حضرتكم، في دائرة صغيرة بنرسمها وحواليها دائرة أكبر، ممكن ترسميها؟ يا طبعا. إيه، دائرة صغيرة وحواليها دائرة أكبر. الدائرة الصغيرة هي دائرة الأنا تبعي، دائرة التأثير ودائرة السلطة تبعي. الدائرة الأكبر هي دائرة الآخر. طالما تماما، طالما في طالما في مسافة بينهما، هذا يعني إنه الآخر يؤثر فيني أكثر ما أنا بأثر فيه. كيف؟ يعني أنا حساسة، أنا أنفعل، أنا عندي انفعالية زايدة، أنا أعيش مشاعر غير مريحة وبكثرة، تمام؟ بنضل بنشتغل على أفكارنا وعلى مشاعرنا، بمراقبة أفكارنا، وفي طبعا آليات إذا حبيتوا بنحكي فيها بعدين أو إذا داركنا الوقت، كيف أقدر أتعامل مع هيدي المشاعر. يا جماعة في مصطلح هي المشاعر السلبية، ما في مشاعر سلبية، هذا مصطلح بس يعني مجتمع سلبي، مشاعر سلبية، تماماً. محيطك سلبي، أنا مع ذكر بعض الآليات لأنه كتير من الناس كتير بتحب هيدا الكلام بس ما بتقدر تنفذه على أرض الواقع. وقلتي نقطة كتير مهمة، لما تبلشي تعرفي حالك او تعرفي الانا لا يعنيك المحيط، لانه مثل ما قلنا المحيط شو ما عملتي الارس يعني الرسول المجتمع، يعني فينا نقول ملك اتفق عليه، تماماً. يعني عم نحكي، فكيف اذا كان شخص عم يمارس حياته الطبيعيه، تخيلي المعضله وانت بدك ترضي اللي حواليك، هي مستحيل، تمام. مستحيل ارضاء الاخر، يعني من زمانات البشريه غايه لا تدرك، مستحيل. فخلينا نعطي بعض الاليات وممكن نحكي بحلقات قادمه كيف
فينا فعليا نمارسها بشكل يومي، لانه قد ما حاولتي تضبطي وتعملي كنترول في عندك ظروف ماديه واقتصاديه تنعكس، يعني تعملي كنترول وقصص وتلاقي انه انا لازم تكون طبعا ردات فعلي مدروسه وكذا، بيجي شيء من الخارج، لانه طبعا بالاخير نحن اسره طبعا بمجتمع واحد بتاثر قد ما حاولت اليوم. فخلينا جزء من كل، صحيح جزء من كل، وحتى توازننا كافراد هو هذا الطلب اللي طلبته انا، حتى توازننا كافراد، يعني هلا نحن بنضل نشتغل على افكارنا وعلى مشاعرنا، فبتتوسع دائره التاثير تبع معنا، بتكبر بتكبر بتكبر، تصير أكبر. لازم تصير أكبر لا 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 أقل منا بشوي. ليه؟ لأنه أنا جزء من منظومة تمام، بس أنا بكون ساعتها أكثر قدرة على التأثير من إني أتأثر. صحيح، شايف؟ أيوة، وبتكون كلامك له معنى، وجودك إلى ثقله. ليه؟ لأنه أنت متناغمة مع ذاتك، هيدي الكلمة أبدا. أنت إذا في تناغم مع ذاتك، أنت إذا في راحة داخلية، وجودك يعني راحة للآخرين، فبتلاقي الأشخاص بيلتفوا حواليك. إذا كان أنت متفاهمة مع نفسك، فأنت بتقدري توصلي رسالتك للآخرين بكل وضوح، بتقدري تستقرئي بسرعة، وبتقدري تعطي الفائدة للي حواليك، فبتكوني مؤثرة. ونحن منقدر نلمس هذا الشيء بكل الشخصيات المؤثرة اللي احنا منشوفها. هن أشخاص صادقين مع نفسهم، هن أشخاص قرأوا نفسهم صح، اشتغلوا على مهاراتهم صح، انشغلوا بنفسهم عن الآخرين. صحيح. طب خلينا نعطي بعض الخطوات لكل الناس اللي عم تتابعنا. على عيني وراسي، ولو إنه بدها وقت، بس يعني إنه أهم شيء لو شيء بسيطة واحدة. هلا أول شيء مراقبة الأفكار، إني أنا راقب أفكاري قد ايه هي عم تساعدني لكون افضل او عم ترجعني، قد ايه عم تطورني او لا عم تخليني اعيش بدائره ضيقه وحلول مخنوقه. تمام، صحيح. إيه، بالنسبه لكلمه مشاعر سلبيه، ما في شيء اسمه مشاعر سلبيه، المشاعر كلها لخدمتك اجت. مشاعرنا اجت لتحمينا، مشاعرنا اجت لتوعينا. يعني أنا بشبهها مثل جهاز الإنذار. جهاز الإنذار لما بيكون في خطر هو حينأذك، هو ما حيحط لك غنية ريلاكس أو يحط لك فيروز وانت تكوني كتير مروقة، أبدا، هو حيزعجك. صحيح. عشان انت تقومي تشوفي شوفي. صحيح. يا سلام عليكي، انت بس تشوفي التنبيه وتشوفي المشكلة حتقومي تطفيه حتحطيه على الأوف؟ لا، حتقولي الحمد لله اللي نبهني. هيدي رسالة المشاعر، معناتها مو مشاعر سلبية، هي مشاعر غير مريحة. بس شو وضعها؟ تنبيهية فينا نسميها؟ تماما، غير مريحة لحتى تخبرك، مثل الألارم وقت بيرن، ما له مريح، مزعج، تمام؟ بس هو لفائدتك، هو حامل لك رسالة. يعني إذا بدي أكون هيك مختصرة، مشاعرنا تحمل رسالة لحمايتنا، إذا وعيناها. نحن للأسف مشغولين عن نفسنا بالآخر، مشغولين عن هذا الصوت الداخلي بقبول الآخرين إلنا، حبونا ولا ما حبونا، قبلونا ولا ما قبلونا، قدرونا ولا لا، انبسطوا من أدائنا ولا لا، آخر همك. المهم أنت تكوني عم تشتغلي على نفسك، المهم أنت تكوني عم تطوري نفسك وتريحيها وترحميها. لما بيكون في عندي مشاعر خوف قوية، وعلى فكرة أكثر شعور مؤذي إذا ما عرفنا نتعامل معه، إذا ما عرفنا، هو شعور الخوف. ليه؟ لأنه بيأسرك وبيضيق عليك. أول استجابة بدنا نعملها من الخوف هو الانسحاب. تمام؟ فأنت بتبلشي تنسحبي، بتتركي الشغل وبتتركي هاي العلاقة فأنت بتبلشي تتقوقعي على نفسك. بس تتقوقعي على نفسك بتحسي بالاختناق، وبتحسي إنه مهاراتك بلشتي تفقديها. ما نحن كائن اجتماعي، ما أنا بتألق لما حدا بيسمعني. الأستاذ إذا ما في طلاب يدرسهم هو ما له وجود، الدكتور إذا ما له مرضى يعالجهم كمان هو ما له وجود. صحيح. فأداء كون انتو اذا ما في مشاهدين عم يشوفوكم، فهي هيك سلسلة متراكبة مع بعض البعض. فنحن بنشتغل على تطوير مهاراتنا، بعد منا بتلاقي دائرتنا عم تكبر اكثر واكثر، حتى دائرة الاخر تتوسع اكثر، فبتلاقي نطاق القبول اليك صار اكثر. ليه؟ لانه انت عرفانة نفسك جيدا، عم تقرأي مشاعرك. مشان ما ضيع المشاهدين حرجع رتبهم، اسمع مشاعري وحددها وسميها. يا جماعة نحن ما عنا لغة المشاعر، نحن فاقدينا، إذا بدك فاقدينا وكاتمينا ولاغينا، فمشان هيك عايشين الضياع الداخلي. اسمع صوت مشاعري وسميها. رقم 2، أعطيها نسبة لأعرف هل هي ضمن الحدود الطبيعية أو عالية.
إذا ضمن الحدود الطبيعية يفترض تحت 50، أنا لسه عقلي الحكيم قادر يعطيني حلول جيدة. كيف لما أنت بتكوني آمنة بتفكري بتطوير حياتك، بتفكري شو بدك تلبسي، كيف تستمتعي بنهارك، أما لما في عندك تهديد أو في عندك خطر أنت بتركزي على شغلة واحدة، ما فيك تركزي على شغلة تانية، ما بتتهني إذا بدك بيمرق الوقت بسرعة وأنت مشدودة كمان مشغولة ومشدودة، حتى الشد بأفكارك، فما في عندك أفكار متجددة لتريحك. تمام؟ بعد ما نحط النسبة في تمرين التنفس اللي عملناه وحنعيده مرة تانية، هو تمرين من البطن. إذا حسيت أنه أنا انفعالاتي عالية وبلش جسمي بيحكيها، برودة أطرافي، رشفة صوتي، إيدي ما عاد كنترول عليها، فأنا بعرف أني أنا انفعالاتي صارت عالية. بعمل التنفس من البطن اللي هو شهيق طويل، بحبس النفس 1 2 3 4 5، زفير كأني عم أطفي شمعة. بهيدا التنفس يا جماعة المفروض الشهيق البطن يمتلئ بالهواء، وهي آلية التنفس الصحيحة. هون أنا بعطي رسالة للجهاز العصبي إنه عملية التنفس هي لا إرادية، بس أنا كنترول حتى على تنفسي وأنا عم أعطيه ترتيبات وعم انشغل بالآلية وكيف. ولسه إذا بتخيل كمان أثناء التنفس كتير بيصير ريلاكس، وهيدي العملية قادرة تنزل لك انفعالك من 35 ل 35 درجة تقريبا. تخيلي بالعامية بنسمع لما بيكون شخص معصب إيه لو طول بالك هدي أعصابك، خد نفس. يعني هي أول شغلة. تمام. فنحن إذا درجناها هيك شوي شوي وحكينا فيها طول بالك هدي أعصابك خد نفس، هن الثلاثة اللي حكيتي عليهم. تمام. بشكل مفصل هي الخطوات كتير مهمة اليوم، ولكن في مشكلة بنواجهها ويمكن بلشنا حديثنا بالعموم عنا وقلنا المصلحة وأيضا أنه الشعور بالاستغلال. الإنسان لما بيحس أنه هو عم يستغل من ممكن من الوسط المحيط فيه بغض النظر إن كان عائلة أو إن كان عمل أو إن كان شيء شخصي بخصه، ببلش يخاف. وإذا كانت هاي العلاقات بتخصه وبتهمه وصعب الانفصال عنها أو الابتعاد عنها بتزيد المشكلة أكبر. صح. اليوم كيف فينا نعالج هاي المشاكل؟ ما بدنا نقول بدنا نروح صوب مجتمع مفكك، أنا بعيش لوحدي وخلص. تماماً، هذا انسحاب، هذا أبسط تماماً. حل وأسرع حل ولكن مؤذي جداً. تماماً، لأنه رح ينتج بالمقابل كل العلاقات الأخرى رح يكون فيها خوف، عدم ثقة، عدم توازن، مقارنات، وحندخل بعدم سيطرة بأي شيء بحياتنا. تمام. خلينا نحكي عن هذا النوع. واليوم كتير أنا بصادف أشخاص بحسوا أنه هن مستنزفين، مستغلين، حتى يمكن من أقرب الناس لهم بيقولك أنا هذا كنت متوقعه صديقي وإذ بتفاجأ أنه هو عم يستغلني. تمام. الاستغلال مو بس مادة، الاستغلال أحياناً عاطفي. صحيح. أحياناً وقت، أحياناً بكل شيء. خلينا نحكي عن هذا على عيني وراسي. هلأ الاستغلال فعلاً هو من أبشع العلاقات اللي بتكون مبنية، لكن في عنا نحن استجابتين. إما انسحب وهي سهلة كتير، تمام، ولكن مأزية إلي بالدرجة الأولى على فكرة. صحيح. في الاستجابة الثانية أنا أشوف ليه أنا عم يتم استغلالي. حتى إذا بدك بدراسة الشخصية، ما في شخصية صح وشخصية خطأ. في شخصية أنا بقدر انسجم معاكي وبكون جيدة ومنيحة وحبابة إذا بدك، ومعاها بكون كتير حدا سيء. شو السبب؟ أنا نفسي. تمام. الناس بيقولوا كاريزما. هلأ ليك، لا، أحيانا ممكن شخص يسمح بهذا الاستغلال. صحيح. وفي شخص بيوقفني عند حدي. بتكون شاغلة على نفسها ودائرة التأثير تبعها واضحة وعندها استقراء للأمور وبتحافظ على توازنها الانفعالي، فما بتسمح لي إني استغلها. لهيك بنشوف الآراء إنه كيف أنت صحبة مع هذا مع إنه لئيم جدا معك وبتشوفوه لك لا هذا كتير لطيف لأنه طبعا. علاقته معك ما بتفرض طبعا. علاقته هذا معك. تفسيره. صحيح. أنا أدي شاغلة على حالي وأنا أدي مستقرة قدراتي وأدي إذا بدك عاملة حدود، رسم للحدود. الحدود يا جماعة ما حتكون مرضية للي حواليكم وطبيعي. صحيح.
تمام، بس حتكون مريحة لإلك. بس مشكلة واحدة بيعرف حدوده هي. أنت بدك تحطي الحدود. صحيح. ومع الوقت هيدي مهارة يتم اكتسابها. صحيح. أحيانا بتطليعة أنت قادرة ترسمي حدود كتير كبيرة، ولكن هي مهارة ومرحلة من النضج للأمانة منبلش نشتغل عليها. وحبذا الأهل يسمحوا لأولادهم يحطوا حدودهم حتى لأسرتهم الداخلية، حتى لأسرتهم الصغيرة كيف يحطوا حدود مع أخواتهم، حدود مع أهلهم، حدود للتدخل الأم، للتدخل الأب. أحيانا الاستغلال بيتم بقلب الأسرة. أنا بدي أوقف عند هاي الفكرة لأنه كتير كتير مهمة كيف نعلم أولادنا فعليا يعملوا حدود داخل الأسرة وخارج الأسرة. للحلقاتنا القادمة، لأنه الحديث دائما معك ممتع ودائما نتوسع وبناخد معلومة مفيدة. أكيد بالحلقة القادمة رح نحكي عنه أكثر. وكنا سعيدين وجودك اليوم السيدة هناء نيازي، اختصاص نفسي اجتماعي. شكرا كثير لك. شكرا لكم يا شكرا لك استاذه هناء، وبنتمنى الكل يكون استفاد. عموما نحن بنحاول من خلال فقراتنا الاجتماعيه والنفسي نضيء شوي على شويه مشاكل ونلاقي لها حلول، ودائما بتعطينا حلول منطقيه بعيدا عن التنظير. طبعا شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. اما هلا سلمى بننتقل لحمص، فقد انطلقت اولى فعاليات ايام الفرح معا نحو حياه ايجابيه اللي بينظمها ملتقى اوسكار للثقافه والإعلام بالتعاون مع رابطة أصدقاء المغتربين بحمص. التفاصيل مع مراسلتنا بحمص شيرين العلي. المرأة أو الآنسة تزوجت أو ما تزوجت، فهي مجرد عاطفتها وحنانها على الأطفال أنا بعتبرها هي الأم الحقيقية. انطلقت أولى فعاليات أيام للفرح معا نحو حياة إيجابية، والذي ينظمه ملتقى أوسكار للثقافة والإعلام بالتعاون مع رابطة أصدقاء المغتربين بحمص، وذلك في معهد ألفة لذوي الاحتياجات الخاصة بحي الحميدية وسط حمص القديمة. نحن انطلاقا من الدور الكبير والفعال بتنشئه الشعوب، دور للام والمعلم بشكل دائم، انطلاقا من هاي الاهميه قررنا نعمل فعاليه ثقافيه اجتماعيه بالتعاون. نحن ملتقى اوسكار الثقافي والاعلام بالتعاون مع اداره معهد الفا ورابطه اصدقاء المغتربين، طبعا تحت رعايه مشكوره الاستاذه سمر المصطفى مدير الشؤون الاجتماعيه والعمل. الفعاليه منوعه بتتضمن معرض للفن التشكيلي والتصوير الضوئي ومعرض للكتاب. لأنه ملتقى الثقافي حب أنه لما شاف مجالنا وعملنا الإنساني مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض التوحد والداون وصعوبات التعلم، وطبعا كل الأمراض لمس فينا العاطفة الإنسانية اللي عم نقوم فيها كأمهات، بنعتبر حالنا مثل أمهاته ومساند إلى جانب أمهاته لنوصله لبر الأمان. فحبينا نعمل هالاحتفالية أيام الفرح لتكون أيامنا وأيامهم فرح وسعادة. نحن ما عنا يأس، عنا أمل، ومهما تكاثرت علينا الصعوبات نحن بنقدر نعيش ونبنى من أول وجديد. تضمنت الفعاليات معرض رسومات، فن تشكيلي، وصور من الذاكرة بمشاركة 30 فنانا من المواهب الشابة، ومحاضرات علمية وكذلك في علوم الطاقة لتعزيز التفكير الإيجابي في المجتمع، كما تخللها أسبوحة شعرية لكوكبة من الشعراء قدموا خلالها قصائد في حب الأم والمعلم وعن تكامل دورهما المربي للأجيال وغرس قيم الخير والفضيلة وحب الوطن في حياتهم. مشاركة فريدة من نوعها، مستمتعة جدا بهاي المشاركة. أنا حدا بعيد تماما عن الواقعية، ميولي لبابلو بيكاسو المدرسة التكعيبية وجورج براك، فمن الرموز نوعا ما والأشكال المبهمة نحاول نوصل فكرة معينة. فلشهدائنا ولجرحانا ولأمهات وعوائل شهدائنا كل التحية وكل القصائد التي تختزل الكلام كله أمام عظمة ما قدموا وضحوا من أجلنا جميعا. فعاليات هذا النشاط كانت بمثابة رسالة شكر وعرفان بدور الأم والمعلم العظيمين لنهضة المجتمع وتعزيز ثقافة الأمل بالحياة والتفكير الإيجابي مهما اشتدت الظروف. من حي الحميدية وسط حمص القديمة، شيرين العلي، الإخبارية السورية.
أما هلأ أيضا نور رح نبقى بحمص ومحطات أيضا متنوعة، يعني دائما عم نشهد بمحافظة حمص فعاليات صحيح. عديدة ومراسلين عم بيكونوا متواجدين لينقلوا أغلب هاي النشاطات. مراسلنا أسامة ديوب كان موجود بأحد طبعا المعارض اللي ضمت منتجات وأشغال يدوية وأيضا مأكولات وحرف متنوعة. خلينا نتعرف على هالمعرض تفاصيله أكثر بتقريرنا. منتجات وأشغال يدوية وتحف فنية تحمل لمسات إبداعية إضافة إلى الملبوسات والمأكولات المتنوعة ضمها معرض وبازار أفكار الرابع، والذي أقامته مديرية سياحة حمص في صالة مرسية بفندق سفير حمص بمشاركة من مختلف المحافظات على مدار 3 أيام. بتضمن البازار 55 تجربة مميزة بأفكار إبداعية. بدورته الرابعة بفندق سفير حمص عنا جميع أنواع المنتجات اليدوية، موان منزلية، كروشيه، سنارة، صوف، خشب، فضة، أي شيء بتحتاجه الأسرة موجود بالبازار. الهدف من البازار هو دعم للمشاريع الصغيرة للمرأة السورية، عم يكون عم تلاقي مكان لتفرض بضاعتها ولتروج ولتسوق لمنتجاتها. ستاتنا شغل عماتهم امتهنوا وعم يحاولوا هالمهنة ما تندثر، عم نحاول نجددها بطرق عصرية مشان ما ينسوها، وبيضل للشغل اليدوي له نكهة خاصة عم نحاول نحافظ عليها من خلال البازارات. البازارات عم تكون لنا فرصة للتسويق. احنا عم نعمل عاملين عمل للسيدات يقدروا ياخذوا دخلهم منه وتكون الربح قليل والجودة بنفس الوقت عالية ليوصل لأكبر عدد من الناس. ومنعمل أطباق كلها شرقية وحلويات عيد وأطباق بيتية. نحن مشاركين بازار أفكار لدعم وتسويق المشاريع الصغيرة لإيجاد مكان لعرض منتجات، لنأكد أن المرأة السورية قادرة على الإنتاج والعطاء. نحن مشاركين مستحضرات تجميلية طبيعية، في عندنا مستحضرات تجميل للبشرة وللشعر كله طبيعي. حبيت فكرة البازارات كتير، أنه ميزتوا أنه أغلبيته نساء عم نعرض منتجاتنا، عم يعرضوا أشغالهم اليدوية اللي عم يشتغلوها، في شيء كتير حلو. أنا مشتركة بقسم الأعمال اليدوية هاند ميد، بنعمل دريمات، بنعمل أكسسوار أشغال يدوية كلها. نحن هدف المشاركة لحتى نعرف الناس على المنتجات اللي عنا، نقدر نوصل أفكارنا للناس. يهدف البازار إلى دعم وتسويق المشاريع الصغيرة للمرأة وتفعيل القطاع السياحي وتشجيع أصحاب المهن اليدوية لتوسيع مشاريعهم ومساعدتهم في دخول سوق العمل وتصريف منتجاتهم. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. أما هلأ سلمى وصلنا لفقرتنا الأخيرة، موضوع دائما بنحكي عنه كل الصبايا، موضوع مهم. اليوم رح نحكي عن الألوان. تعد الألوان فينا نقول أداة اتصال قوية إلى تأثيرها. كتير بنسمع عن طاقة الألوان، قديش بتأثر هي الألوان على شخصيتك، على انفعالاتك وعلى مشاعرك وعلى الآخرين. في كتير جمل بنسمعها سلمى، أنه هيدا اللون بيلبق لك، في ألوان بتلبق لأشخاص أكثر من أشخاص وبتنعكس على حالتهم المزاج. لنحكي عن طاقة الألوان وتأثيرها معنا السيدة لنا كورية اختصاص علم طاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم نور وصباحكم ألوان حلوة. يسعد صباحك وصباحك طاقة دائما حلوة إن شاء الله يا رب، وأيضا هاي الطاقة تنتقل لكل يلي عم بيتابع فقرتنا لليوم. خلينا نبلش ونحكي شوي عن مفهوم طاقة اللون وقوتها وتأثيرها على الجسم. هلا فينا نقول انه دائما الانسان سبحان الله وقت يبدا نهاره هيك بتلاقيه بيتوجه لا شعوريا على طاقه النور، صحيح. على الضوء الحلو. ولما بده ينام بالليل او شيء بتلاقيه بصير بده الاضويه الخافته الهادئه، صحيح. مشان هيك نحن دائما بنقسم الالوان انه عندنا الوان دافيه والوان بتكون صارخه، وهذا الشيء بياثر علينا حتى بلبسنا. بتلاقي الانسان اذا شوي كان ميال مثلا انه يكون حزين كئيب بيختار شوي ألوان غامقة أو بيميل للأسود أو هيك، وإذا كان مثلا مبسوط أو هيك تلاقيه بيتجه للألوان
الفرايحية الحلوة. ودائما أنا بقول سبحان الله أنه نحن بقلب الطبيعة عنا العلاج تبعنا. أنه بتلاقوا لحالات مثلا الإنسان إذا متوتر أو شيء دائما عنا السماء أنه لون الصافي تدرج الأزرق الهادي تبعه بيهدي النفس تبعنا بيهدينا. أو بتقولي أنا تعبانة معصبة جعب علي روح على البحر، باللا شعور أنه لون البحر ولون هيك بيخليك تهدي. أو نفس الشيء الطبيعة الأخضر، الأخضر بتحسي حالك عندك شيء شفاء. إذا واحد قلبه تعبان أو متعرض لصدمة مثلا عاطفية أو عنده أي وجع بالهيب تلاقي لا شعوريا عم بيتجه لمنطقة مثلا بيقول جاي عبالي اطلع على الجنينة على الخضار. عنا بقلب الطبيعة العلاجات الكاملة لإلنا. وهلأ بأول الربيع مثلا بتحسوا أنه حتى الأرض سبحان الله بصير لون الورد أصفر، انه بيخلي انه تيجي عندك هيك نوع انه كانه مثل بتروحي شوي من كآبه الشتاء وبهيك بتكون بلشه بالتعب وبالبرد بتلاقي بلشه عندك سعاده، عندك الاصفر بيخليك تكوني مبسوطه، عندك شعور حلو كثير. سبحان الله. بقى انا بقول العلاج الموجود اللي بالطبيعه لحاله كافي، بس اذا عرفنا كيف نستفيد منه. طيب خلينا نحكي عن قوة الألوان والألوان الخوية وتأثيرها. إذا ما نبلش بتدريجات الألوان، قد شيء الألوان قوية إلى تأثير على الشخصية، وكيف فينا فعلا نحن نستغلها. هلأ نحن بشكل عام نقول أنه الألوان دائما أنه الإنسان يكون معتدل دائما، ما يختار لون واحد لإله ويضل أنه مثبت على هذا اللون، لأنه بصير حتى بيأثر ذبذباته علينا كطاقة. وهي بتلاقيها عند كثير من الناس، بتقول لك اغلب خزانتي مثلا لونها ابيض، اغلب خزانتي لونها اسود، في لون بتلاقيه بيجذبك لكل شخصيه. إيه مضبوط، بس نحن بدنا ننتبه مثلا انه هلا اللون الاسود بشكل عام كثرته هو بيمتص طاقات الغير وبيمتص الطاقات بشكل عام كلها. بقى بتلاقي احيانا اللي بيلبس كثير اللون الاسود بعد فتره بحس بحزن او بكآبه، ما بيكون حدا مرتاح كثير. بنفس الشيء مثلا كمان هو اللون الابيض بنقول انه هو لون معتدل، عشان هيك تلاقينا انه بيتاثر بكل الالوان. تلاقينا مثلا ببيوتنا اغلب الدهان بيكون ابيض وبيتشارك بالوان ثانيه، بس دائما الاحسن انه نعتدل. انه اوكي مثلا انا بحب اللون الازرق، بس خلينا انه نحن نعمل مثل ما بيقولوا توازن، لانه ما فينا بس لون ازرق على الحلم لنا كمان نلبس الوان ثانيه، لان كل لون له تاثير معين كمان على اعضاء بالجسم. مثلا مثل ما قلنا الاخضر بيعالجوا مثلا بيعالجوا بالالوان، بيعالجوا مثلا القلب، الاصفر، الابيض لليرقان، يعني كل شيء. الكبد مثلا هلا بشكل طبيعي حتى بالاكل تلاقي انسان اذا كبده تعبان او شيء بيقولوا له بياكل ارتيشوكي، او بيقولوا له مثلا بدك تاكل العصائر تشرب عصير اخضر، او اللي عندهم فقر دم بيقولوا شوندر بندوره الالوان الحمراء. يعني كثير الالوان كمان بتساعد بالاعضاء بالجسم. هلا بنتجه كمان بالفونك شوي للالوان، انه ما تكون الالوان بنسميها لحنا القويه اللي مثل مثلا هلا هي بتكون الوان بيسموها الوان يعني دافيه حاميه، بتكون شوي مثلا مثل اللون الاحمر الصارخ، اي الوان بتكون بالوانه الغامقه بيكون لون صارخ، هي بنبتعد عليها للغرف. هلا مثلا اللون الاحمر بشكل طبيعي هو بيعزز الانتماء، هو مثلا مو بس لون للمحبه او للحب مثل ما بنقول، لا، اي شخص بيكون بغربه بحس بانتباء او شيء بتلاقيه لا شعوريا بيتجه للاحمر. بس بغرف النوم للاطفال لا، ما بيسوى، لانه هو بيعطيهم طاقه زياده بحفزهم كثير. بدنا نحاول انه نخففه. في فرق بين ما نستعمله كلون عام وبين ما نحطه كاكسسوارات. مثلا اللون الاورانج بنقول انه هو بيفتح الشهيه وبيخليك تحسي بسعاده، او هيك تلاقيه بيتجهوا فيه بالمطاعم وهيك. بالبيت كمان بنستعمله بالوان خفيفه. دائما انا بقول انه بالبيت فينا نستعمل الالوان بسموها البارده، اللي هي مثلا بتكون مثل الازرق الفاتح، الدروجات الاخضر الفاتح كثير. يعني بده يكون كثير الحذر الانسان باختياره، ودائما باكسسوارات انه فينا نبدلها، انه نستعمل شغلات نقدر نبدلها دائما نغير الوانها نغيرها. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، يعني حكينا شوي عن طاقة اللون بشكل عام، انه صرنا بنعرف انه في الوان بتعطي طاقة فرحة، في الوان بتعطي شوي حدية، وتستخدم يعني اليوم نعرف بالمشافي تستخدم الوان معينه، الاخضر الازرق، خصوصا بيقولوا مثلا صبيان بيحطوا لهم ازرق مشان التوتر والحركه، البنات بيحطوا لهم زهري، وهي التقسيمات مدى صحتها وكيفيه استخدام شوي شوي. يعني اليوم انا الاطفال بقدر لسه سيطر على المحيط اللي هو حواليهم واتحكم فيه، بس الشخص لما بيكبر ببلش هو بقى بيختار. فخلينا نحكي عن هي الاختيارات. هلا الشخص لما يكبر سبحان الله الانسان بفطرته
بيكون حاسس حاله انه هو احيانا بيفتح خزانته بيقول مثلا انا بدي بيكون مقرر انه يلبس شيء معين وفجاه بتلاقيه مثلا اتجه للون محايد مثلا كان بده يلبس ابيض اختار لون الاورانج او شيء بيكون عنده هو دافع او نفسي يعني او انا انسان مثلا مبسوط اليوم كثير بدي اعبر على هالسعاده بدي اعبر هالشعور التفاؤل تبعي باخذ هاللون او العكس صحيح كمان بيكون انسان مثلا عنده شوي كآبه متعرض لازمه نفسيه متعرض لشيء معين بتلاقيه اتجه للون اللي بيعبر عن حالته او كمان مثل ما قلنا بجوز عن الحاله المرضيه تكون انه مثلا شخص حاسس بتعب معين لا شعوريا يعني الفطره تبعه بتدله انه هذا اللون اللي ممكن يساعده وهذا الشيء بياثر على نفسيتنا حتى لما نلاقي شخص مقابلنا احيانا مثلا بتلاقينا قاعدين مجموعه اشخاص عم نتجه لشخص نحاكي عواد للتانيين مو بس هو بسبب طاقته او حالته لا هو كمان بسبب اللون لانه هذا اللون جذبنا لانه عم بيساعدنا لنحن نطلع من المود اللي نحن فيه او عم بيساعدنا مثلا انه عندنا حاله معينه مثلا مثل لنفرط شقيقه او وجع راس معين او شيء نطلع على اللون مثلا ما انا بجوز ما اقدر اطلع على الاحمر كثير او هيك مثلا بطلع على اللون انه اللي بيريحني اكثر وبيخليني اكون مرتاحه اكثر وبنفس الشيء في ايام في لنا ايام دا الوان داعمه على حسب الكواكب ونحن ممكن نقولها مثلا مثل اليوم الاحد هو تابع لكوكب الشمس بيدعمه اللون الابيض بقى مثلا بشكل طبيعي انا مثلا اليوم بقول انا بدي البس ابيض انه بيعطيني نوع من الدعم يعني ما انه هو بيصير كل اللون راكز ممكن بدي ركز كل يومي على هذا اللون لا بس هذا بيدعمه عندنا نهار التنين بيكون تابع لكوكب القمر بيكون فيه اللون البنفسجي والفضي نحن كل ما نلبس هالالوان مثلا نهار التنين لازم يكون عندنا لو حجر مثلا او اكسسوار او بنطلون او اي شيء بس يكون في احد هاللونين بحس بصير نحن نكون ماشيين مع الترددات الطبيعيه لهذا الكوكب ولهذا اليوم عندنا نهار الثلاثه المريخ بيكون الاحمر انه بنلبس الاحمر عندنا الاربعه بيكون عطارد الاصفر والخميس بيكون تابع للمشتري اللون الاورانج البرتقالي والجمعه الزهره الاخضر بنلبسه طبعا اللون بيكون بمشتقاته كلها والسبت عندنا زحل بيكون الازرق او الرمادي الرصاصي كمان هدول بيدعمونا وبيخلونا مثل ما بيقولوا ماشيين بتيار الطاقه الحلو وبيخلونا نشعر انه ممكن نحن ننوع انه ما ناخذ اتجاه اللون الواحد اتجاه يعني انه نكون حياديين للون واحد نجرب كل الالوان ونجرب كل الطاقات والذبذبات وبعتقد اكثر حدا شاطر بهالموضوع هو الهنود ثقافاتهم بتحسي كثير بيلبسوا الوان وشغلات عندهم مهرجان للالوان صحيح ايه بتحسي انه في بس بتحسي بسعاده يعني انت عم تتفرجي نحن صراحه ما في فرح صحيح نحن ما فينا نفوت بهالالوان نلبسها بجوز بس بنحس حالنا مبسوطين طيب بالختام نصيحه اخيره لكل اللي عم يتابعونا طريقه استخدام الالوان بشكل صحيح تنعكس بحياتنا بشكل يعني جميل انا قلت هذيك المره بدي اقول لهم صراحه انا رح اقول لهم انه على استخدام كثير بنستخدمه بطاقه المكان وهذيك المره قلت بدي احكي صراحه بس ما ساعدنا الوقت هو المحفظة تبعنا انه الجزدان تبعنا انه انا كثير نحن متعرض لهذا السؤال انه صحيح اللون الاحمر منيح اللون الاحمر كثير منيح بيكتر المصاري ولا لا؟ بيجذب المصاري طبعا هو لون ازدهار لا بس انا كمان بدي اقول لكم شغله انه اللون الاخضر كمان كثير منيح وكثير مهم بس اللون الاخضر في مشكله انه بيخليكي تصرفي اكثر ما بدنا الاخضر اللون الاصفر واللون لا وفينا الاسود والازرق كثير هدول الالوان ضروريين بس نبتعد عن المحافظ اللي بيكون لها احرف او كلمات لانه ما بنعرف شو مدى تاثيرها والشغله الثانيه اللي بدي اقولها انه ما تكون عتيقه او يعني قديمه كثير لانه هي بتجلب طاقه بتجلب الذبذبات تبعها ممكن تجلب الحظ اللي مو منيح او الفقر مثل ما بيقولوا انه نحافظ نكون وكل ما كانت النوعيه تبعها طبيعيه جلد يعني جلد طبيعي صوف اي شيء او ماش. اي قماش او شيء كل ما كانت طبيعيه بتكون كثير احسن كمان والمهم الترتيب انه نحن حتى بالجزادين الكبيره او جزاديننا الصغيره ما يكون عندنا كثير كركبه وما نحتفظ بفواتير وراق وقصص ما بدنا اياها قد ما بعدنا عن احنا الوراق اكثر من المصاريف ايه معناتها انت عم تجذبي هي الطاقه اللي يعني بحط كثير مثلا فواتير وهيك بده هو يدفع فواتير عم يستدعي من الكون هي الطاقه بقى انا كثير بقول انه خلينا ننتبه لهذا الموضوع
خلاص اكيد. وشكرا كثير لك يعني استاذه لانا كوري على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد الكل يكون استفاد منها، ونهارك اكيد سعيد وكله طاقه يعني. حياتي نهاركم ابيض مثل ما بيقولوا، الوان حلوه بهالربيع الحلو. كلنا سعيدين اليوم بوجودك ست لانا كوري اختصاص بعلم الطاقه، شكرا لوجودك معنا. مع علم الطاقة سلمى اليوم بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، يا رب هنهار يحمل الخير والبركة وراحة البال لكل الناس، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية برحلة صباحية جديدة بنفس التوقيت. نهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نور، وأكيد شكر لكل مين تابعنا بصباحنا غير، واللي كان عنده كهرباء ضمن البيت وشافنا، واللي ما قدر يشوفنا إذا كان عنكم بالإعادة الساعة 1 بالليل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحة الإخبارية على الإنترنت وصفحة صباحنا غير. طبعا تضلوا بألف خير ونهاركم سعيد. باي باي. باي باي. تعبت ومتعب بزيادة بعليها، وحياة جبال بلا هادي وش واطيها، تعبت ومتعب بزيادة بعليها، فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، كلمات الأهلة وسهلة زرعوا فيها يا خي طلع عمرها، ونزرع فيها يا بني ونكبرها، ايدي وايدك يا خي طلع عمرها، ونزرع فيها يا بني ونكبرها، وحياة جبال بلادي وش واطيها، عبد وبتعب بزيادي تعليها، أكتر بكتير ونقشعها أحلى وأحلى وعالعالم صير، بلادي حلوة وتتحلى أكتر بكتير ونقشعها أحلى وأحلى وعالعالم صير، إيمان وحب نزرعها ويكبر إيماننا معها، إيمان وحب نزرعها ويكبر إيماننا معها، وحجار الخير نشقعها ونعليها.